بعدما أعلن الجيش الوطني الليبي السبت وقفا لإطلاق النار في المنطقة الغربية من البلاد، عاد وكشف أن ميليشيا تابعة للوفاق خرقت الهدنة في طرابلس. كما أكد الجيش أن قواته ملتزمة بالهدنة رغم خرقها من قبل ميليشيات الوفاق. كان الجيش الليبي قد أعلن السبت وقفا لإطلاق النار في المنطقة الغربية من البلاد شرطت التزام الطرف الآخر بالهدنة. وفي بيان مصور للجيش نقله الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أحمد المسماري، أكد وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد. كما تعهد المتحدث باسم الجيش الليبي بأن الرد سيكون قاسيا على أي خرق لهذه الهدنة. يأتي إعلان الهدنة بعد اتفاق تم منذ أيام بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على دعوة كل أطراف الأزمة الليبية إلى إعلان هدنة اعتبارا من ليل الأحد. وأعلن بوتين السبت أنه من المخطط عقد مشاورات إضافية مع طرفي الأزمة الليبية بعد دخول نظام وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. عبر الهاتف ينضم إلينا رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية للأمن القومي. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذة إيمان، وأهلا بمشاهدي ومتابعي إكسترا نيوز في هذا الصباح. طيب، لو توضح لنا تفاصيل أكثر عن خرق الهدنة من جانب ميليشيات الوفاق أو ميليشيات حكومة السراج، وأيضا كيف سيرد الجانب الروسي والتركي اللي أصلا كانوا دعوا إلى وقف إطلاق النار وإلى هدنة على اعتبار أنه هذه الميليشيات يعني ستوقف إطلاق النار. هذه فرصة مناسبة لكي يعلم العالم أن هناك فرق شاسع بين قوات مسلحة ليبية وجيش نظامي، جيش يلتزم بتعليمات القيادة العليا، وبين ميليشيات إرهابية إجرامية قطاع طرق لا يلتزمون بأي قانون، بأي تعليمات، بأي تراتبية عسكرية. يجب أن نشير إلى نقطة مهمة أستاذ إيمان لكي يعلم العالم ومن يستمع إلينا الآن، أن هذه ليست وقف للحرب بمعنى انتهاء الحرب، هذه هدنة مؤقتة مثلها مثل الهدنة السابقة في مناسبة العيد التي دعت إليها الأمم المتحدة. هذه هدنة وافقت عليها القوات المسلحة الليبية استجابة لطلب روسيا وليس لطلب تركيا، حتى نكون واضحين. بيان القيادة العامة كان واضحا جدا أنه تقديرا واحتراما لروسيا الاتحادية ومواقفها مع الأزمة الليبية، المواقف الإيجابية. تم تلبية هذا الطلب الذي دعا إليه فلاديمير بوتين. ونحن نقدر جدا هذا الطلب، ولكي نؤكد للعالم أننا دعاء للسلام، دعاء للأمن، ولكن البيان كان واضحا أن هذه الاتفاقية وكل أو أن هذا الاتفاق وقف إطلاق النار مشروط شرط كامل بعدم تهور الطرف الآخر. أيضا لا ننسى الربط أختي الكريمة إيمان بين ما دعا إليه المسماري ونص عليه أمس مع بيان القيادة العامة قبله ب24 ساعة، أن القيادة العامة تقول برسالة واضحة أن إذا كان هناك وقف إطلاق النار فيجب أن نراعي أمرين. الأمر الأول أن كل التشكيلات الإرهابية التي تم تصنيفها من قبل مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والدولية لن يكون هناك وقف إطلاق نار معها. الأمر الثاني وهو واضح جدا في أي دولة محترمة، لن يكون هناك سلام ولا أمن ولا اتفاق سياسي ولا استحقاق دستوري ولا انتخابات رئاسية برلمانية في وجود أمرين: ميليشيات وسلاح. وبالتالي يجب حل هذه الميليشيات ونزع سلاحها البالغ 20 مليون قطعة سلاح. وبالتالي الأمر واضح جدا، إعلان الهدنة أو وقف إعلان الحرب من قبل القوات المسلحة هو ليس موقف ضعف، ليس موقف تراجع، هو موقف قوة. وكما يقولون السلام لا يصنعه إلا الأقوياء. القوات المسلحة استجابت لبعض الدول الصديقة والشقيقة واستجابت لبعض رؤساء العالم. ولكي تضع العالم في حرج، وأنا ولم أصر على هذه الجملة، نحن سوف نضع هذا العالم في حرج الذي يطالب منذ أكثر من 10 شهور بوقف إطلاق النار. حاضر، نحن سوف نوقف إطلاق النار، ولكن أفتر ذات ماذا بعد ذلك؟ سننتظر ونرى إن كان المجتمع الدولي صادق في إنهاء الأزمة الليبية
كرؤية مشتركة مع الوجهة النظر المصرية. أكثر تشخيص وأكثر رؤية واضحة هي رؤية مصرية. ماذا قالت مصر بهذا الصدد؟ قالت نريد تسوية شاملة. ما معنى شاملة؟ معناها لا تحدثني عن وقف اطلاق النار وهناك ميليشيات وهناك 20 مليون قطعة سلاح وهناك حكومة مرتهنة بالكامل للميليشيات وهي حكومة السراج غير الشرعية أختي إيمان. طيب أستاذ رمزي، هل بتعتقد أنه المجتمع الدولي سيكشف أو سيعترف بخرق ميليشيات الوفاق لهذه الهدنة؟ وأيضا سؤال آخر، كيف سيرد الجيش الوطني على هذا؟ هل سيكون هناك يعني وقف للهدنة بشكل عام أو اعتراض على فكرة الهدنة بشكل عام طالما أنها تخرق من قبل أو تخترق من قبل الميليشيات؟ حكومة السراج أصدرت بيان البارحة بعد دقائق معدودة من إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية. قالت فيه حكومة السراج طبعا أو مجلس الرئاسي، قالوا في هذا البيان استجابة لدعوة الرئيس التركي والرئيس الروسي لوقف إطلاق النار، نعلن وقف إطلاق النار ولكن بتأكيدات معينة. أربع تأكيدات أتلوها على حضرتكم الكريمة: الشروع في إرسال لجان عسكرية مقترحة من الطرفين لإعداد الإجراءات الكفيلة لوقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة. هذا ما قاله السراج وبيان المجلس الرئاسي. النقطة الثانية: تدعم حكومة الوفاق المسار السياسي عبر مؤتمر برلين الذي يضم جميع الأطراف. وسوف أعلق على هذا الأمر بنقطة مهمة وجوهرية أختي الكريمة إيمان. ثالثا، تدعو حكومة الوفاق جميع الدول المعنية بالملف الليبي إلى دعم الحل السلمي عبر مؤتمر برلين ووفق قرارات مجلس الأمن. رابعا، الحق المشروع في الدفاع عن النفس. النقطة التي أود أن أشير إليها أختي الكريمة أن كل الدعوات التي كانت حكومة الميليشيات، حكومة السراج غير الشرعية تصرح بها أنه لن نقبل بوقف إطلاق النار إذا رجع المشير حفتر إلى الرجمة، إذا سحبت، وبالتالي هذا موقف قوي جدا أن القوات المسلحة الليبية، نحن لا نستعرض على أحد أختي إيمان، ولكن نؤكد الواقع بطريقة براغماتية بطريقة واقعية، أن القوات المسلحة الليبية بفضل الله حافظت على مواقعها وحافظت على إنجازاتها في ما وصلت إليه على تخوم طرابلس وعلى تحرير سرت وما إلى ذلك. وبالتالي هذه هدنة القوات المسلحة باقية في أماكنها، باقية في مواقعها. ردنا على سؤالك الكريم، الآن اقترح السراج بعث لجان عسكرية ونحن نؤيدها بإشراف أممي. نعم، بإشراف أممي. هناك أقمار صناعية تراقب، هناك بوارج حربية في المتوسط تراقب. القوات المسلحة الليبية موقفها موقف رجال. إذا قالت وعدت، وإذا وعدت وفت. نحن ملتزمون بهذه الهدنة. ولكن إذا قامت حكومة الميليشيات وهؤلاء الميليشيات باستعمال القذائف أو باستعمال الصواريخ أو فالرد هنا مقفول بدون نقاش، ولكن الهدنة مستمرة إلى أن نرى ماذا سيفعل فلاديمير بوتين. ماذا ستفعل ميركل؟ طيب، ماذا سيفعل العالم الذي يطالب بوقف إطلاق النار؟ إذا منتظر من كل هؤلاء ومن المجتمع الدولي أن يعي حقيقة ما يحدث في ليبيا ويستوعب المشهد جيدا. أشكرك جزيل الشكر المستشار رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية للأمن القومي، شكرا جزيلا لك.